أريد الدنيا بعمل كيف؟ أيام الاختبارات بعض الناس يصلي وما يصلي وما يسب وتصدق صح؟ ولا مخدرات ولا دخان ولا شيء حتى تطلع النتيجة وخلاص خطب سعاد وبدأ يصلي واستغفر يدعو الله يتصدق حتى تخرج الموافقة ومع السلامة صحيح؟ وبعض الناس صلي بالناس قال لا والله أخي الأوقاف وقفت المكابرة قال السلام عليكم. كيف نعرف هذا يريد الدنيا بإيش؟ لأن المرائي قد يرائي قلنا في إيش؟ في صلاة. لكن هذا لو كان إمام للناس ويصلي من أجر الراتب إذا كل صلواته شرك. كيف نعرف أنه يريد الدنيا أو الآخرة؟ عندنا ضابط واحد، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وأنت احكم على نفسك واحكم على غيرك. يوم يترضى على الأمير لأنه أعطاه الأمير وهذا وقت صرف مكافأة السنوية، ويوم يحصل كذا ولا كذا قال والله الحكومة وكذا، يدرس في الجامعة طيلة السنوات يمدح في الجامعة، إذا تخرج بدأ يسب في الجامعة، أعطي راضي وإن لم يعط. غضبك ورضاك يكون لمن؟ إذا كان للدنيا باب من الشرك إرادة المرء بعمله الدنيا. يا أخي انتبه، لا تغضب وترضى إلا لله. عندنا في الدراسة جاني اثنين طلاب متخاصمين، تعرف مشاكل الطلاب ما تنتهي. فالمهم جاء طالب ثالث قال أنا حل الإشكال. قلت تفضل، تعرف إشكال الطلاب ما ينتهي. وجاني هذا طالب كبير في السن قال أنا حل الإشكال بين الطلاب. فقال ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. حل الإشكال صح؟ أي والله خوارج عندنا في هذه الأيام، في كل وقت الخوارج، الغضب والرضا أجر الدنيا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعون ذكي، عرف أنه ما يريد المال فقط، يريد المال وإيش؟ منصب.